هذا النادي السوسيو تربوي أصبح اليوم جاهزا، ينتظر فقط التدشين. يتوسط الحي الشعبي درب غلف إقامة هذا الفضاء تأتي استجابة لانتظارات الأطفال والشباب المبدع في مختلف المجالات. درب غلف يعني من المناطق المهمشة ومن المناطق يعني اللي تعاني من مجموعة من المشاكل خصوصا عند الشباب، يعني كاين الفقر، كاين البطالة، كاين مجموعة من يعني المشاكل النفسية وكاين يعني الانحراف. واليوم يطل الشباب الحي على المستقبل بنظرة يطبعها التفاؤل بعد أن ظل اسم درب غلف مرتبطا بتاريخ الرياضي صنعه نادي الرابطة الذي ساهم في إدماج الشباب. أي مشروع في إطار المبادرة كيتبنى على خصاص، وبالتالي كان خصاص في هذا الحي اللي كيفتقر لمجموعة الأشياء من بينها التنشيط الثقافي والتربوي. الدولة ومن خلال الوزارة الوصية وبرنامج المبادرة ومجلس عمالة الدار البيضاء دخلت على الخط، حيث خصصت 800 مليون سنتيم لبناء وتجهيز هذا النادي وإقامة عقدة تشاركية لتدبير أحسن لهذا المرفق العمومي. أغلبية دور الشباب والمراكز السوسيو التربوية كاين جمعيات اللي سدت البيبان ديالها ودارت الساروت عندها في جيبها، ولا صعيب أنك تفقد هذيك المحلات هذه. الآن غيكون سير جماعي وغيكون سير بطريقة البرامج ووضع دفتر ديال التحملات اللي غادي يلزم الجميع، وغتكون فيه مجموعة ديال المعايير موضوعية وهذه المعايير تم الاتفاق عليها. وبالنسبة للتأثير الرياضي فاحنا وفرنا أطر رياضية مختصة بشراكة مع الجامعات اللي غتساهم معنا ان شاء الله في التنشيط في هذا المركز هذا، بناء على واحد دفتر التحملات اللي وقعنا معاهم غادي يساهموا معنا في التنشيط وفي تكوين شباب ديال درب غلف. هو مركز نموذجي للتربيه والتكوين يدخل انجازه في اطار مراكز القربة المحدثه بعماله مقاطعات انفا لدعم قدرات الشباب ومحاربه مختلف اشكال التهميش والانحراف في حي عرف خلال السنوات الاخيره اكتساحا لم يسبق له مثيل للاسمنت الذي يحاصر الجيوب المتبقيه من البناء العشوائي ودور الصفيح.